ولو حتى متضايق عصوتي بيرتاح. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم، تحية لكل ام عم بتتابعنا وين ما كانت. اليوم بفقرة ماميز رح نحكي بموضوع شاغل بالنا كتير كأمهات مع التقدم التكنولوجي اللي حاليا عم بنعاصره، وهو موضوع التكنولوجيا والإلكترونيات وتأثيرها على أطفالنا. لهيك اليوم رح نستضيف الاستشارية النفسية والتربوية نور زيادة. نور يسعد صباحك. صباح الورد ربا، أهلا نور. تعرفي هلأ بأيامنا الحالية أكتر إشي عم بيشغل بالنا قعدة أولادنا على الآيباد والألعاب الإلكترونية وهاي القصص، بالذات إنهم ما عم بيقدروا يطلعوا برا يلعبوا، الدنيا مش أمان، عم نخليهم ببيوتنا وبدهم نفس الوقت إشي يسليهم. مزبوط. فكيف بنقدر نواجه هيك شيء؟ تمام. هلأ أول شيء نحن بنعرف التكنولوجيا اللي هي موجودة يعني بالوقت الحاضر، ما بنقدر نحن نقول أو نغيب هذا التطورات التكنولوجية كلياتها موجودة، واقع بدنا نعيشه، بدنا نعرف نتعامل معه. له جوانب إيجابية وله جوانب سلبية. هلأ إيجابياته اللي هي المهارات وإنجاز الأعمال والمعرفة الزيادة والمعلومات وأشياء مفيدة برضو ممكن تكون لأولادنا. أنا دائما بحكي للأمهات بقولهم التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين. صح. إذا بستخدمه بشكل منطقي وعقلاني بيكون إيجابي، بيكون تبعاته إيجابية علينا، وإذا استخدمته بطريقة سلبية بتكون اللي هي بالضبط تبعاته سلبية علي أنا كأم وعلى أولادي. هلأ عم بياخد حيز كتير كبير اللي هي سواء كان الموبايلات أو الألعاب الإلكترونية، بتاخد حيز من حياتنا نحن ككبار وحياة أولادنا. هلأ كيف أنا كأم المفروض أو مطلوب مني أنا أرتب الوقت لأولادي لحتى أقلل من استخدام هذه التكنولوجيا؟ نحن منطقيين واقعيين، بدنا نكون بدهم يلعبوا رح يلعبوا بالضبط. ما فينا ما في بيت ما فيه أي وسيلة تكنولوجيا سواء كانت ألعاب إلكترونية أو اللي هي الآيباد أو التليفونات. بالضبط. فأنا حتى أكون أنا بمتواكب أو مواكبة للأوضاع اللي موجودة والسائدة، بدي أنظم هذه الأمور بطريقة ذكية وعقلانية. طبعا أكيد مش الحرمان. لا أكيد. أكيد. لا هلأ أول شيء بدنا في مطلوب من الأهل اللي هي المراقبة التامة لكل الوسائل التكنولوجية سواء كانت آيباد أو تليفونات أو ألعاب. بده يتم تحديد وقت لاستخدامهم. هلأ في أمهات تترك الأمور خلص طول ما ابني أنا قاعد وساكت وملي وأنا عم بعمل كل بدي إياه خلي قاعد، طبعا هذا كتير غلط. وإذا الأم مو حاسة بتبعات هذا الموضوع هلأ بالوقت الحالي رح تلاقي تبعات على المدى البعيد، تبعات كتير سلبية. تحديد الوقت بدي أراقب من بعد وبدي أراقب عن قرب، يعني لأنه في المراحل بالذات العمرية اللي هم المراهقة أنا لازم أعرف ابني شو بيشوف، وحتى الصغار لأنه ممكن أوقات بطريقة الغلط يفتح إشي. صح. بالضبط. بتعرفي الصغار والكبار عندهم فضول طبعا، فهو بده يعرف إيش ما بعد أو إيش بدي أشوف هذا الإشي، بدي أعرف ممكن يسمع شيء بصير بده يتأكد. صح. هل هو صح اللي هذا عم بيحكي أو مش صح. فأدي أنا كأم بدي أكون قاعدة، طبعا هذا ما بيتطلب إنه الأم تضلها زي الجندي قاعدة لابنها أو واقفة، لا، لأنه هذه ثقة أنا بعطيها لابني. وبالإضافة لأني أنا بدي أراقب وبدي أعمل سيطرة على كل الموضوع. طب أنا بعض الأطفال بيوصل لمرحلة الإدمان على الإلكترونيات، كيف ممكن أنا أعرف أنه ابني وصل لهذه المرحلة؟ تمام. الإدمان هلأ على الإلكترونيات أو اللي هي الوسائل التكنولوجية مش واصل بس للصغار، واصل حتى للكبار. بالضبط. فبتلاقي كتير في يعني تعقيبات على هذا الموضوع إنه الأمهات طب كيف أنا ابني متعلق، كيف بدي أعرف ابني مدمن، قديه هو متعلق بهذا سواء كانت لعبة أو في جهاز، قديش عم بيقضي وقت كتير طويل. هلأ في أوقات مثلا أولاد بيقعد بيتفرج أو بيقعد بيلعب على لعبة معينة بعد له 6-7 ساعات. ممكن متواصل. ما يطلب أكل، ممكن ما يعمل أي شيء تاني إلا هو كل التركيز عليه. هلأ قديه هذا مخاطره ونتائجه سلبية، ممكن بعض الأمهات بيغفلوا عنها أو الآباء له نتائج سلبية كتير سيئة سواء زي ما قلنا على المدى القريب أو المدى البعيد. طبعا مرات كمان الأطفال بيروحوا للإكستريم بيصيروا طبعا يعني يمشوا وراء اللعبة شو ما بتقولهم يعملوا. بالضبط. بالضبط. وفي أوقات بيصير في بجانب التعلق بيصير زي تقمص للشخصيات اللي موجودة بهذه اللعبة، وهي كلياتها بتنمي طبعا. هلأ رح نحكي إنه قديش تأثيرها إنه بتنمي اللي هي العنف عند الأولاد.
في بعض الألعاب أنا بلاقي فيها عنف طبعاً. وبيعلموا الأطفال على العنف فيها طبعاً. طيب نور، إحنا هلأ بدنا نصائح وبدائل للأمهات، بتقول لك أنا مشغولة بدي أشغله بإشي، بدي يتسلى كمان، فيش مجال إنه يطلع، بدنا بدائل. تمام. هلا اول شيء لما قبل ما بدي انا اخلق او اوجد البدائل، بدي اعرف انه التاثيرات السلبيه للوسائل التكنولوجيه كلياتها، سواء كانت العاب او اللي هي الايباد او التليفونات، تعمل اول شيء سمنه عند الاولاد، لانه الاولاد ما بيتحركوا. نحن عم نلاحظ هذه الشغله، الاولاد عم بيقعدوا على التلفزيون او على اللعبه او على الايباد ساعات طويله، ما في حركه، ممكن تصير عندهم توحد وعزله، انه بصير بس التركيز على الشيء اللي انا قاعد فيه. حتى مهارات التواصل الاجتماعيه، بعض الاطفال نتيجه لتعلقهم وقعدتهم فترات كثير طويله قدام التلفزيون تخدوها. عم بيفقدوها، اللي هي السلوكيات السلبيه والعنيفه اللي قلنا عنها، ممكن ادمان، ممكن بصير الطفل بتقمص الشخصيه. وحتى عم بلاحظ انا من خلال عملي انه في الاطفال اللي عندهم ادمان او بعدوا فترات طويله على الالعاب التكنولوجيه وعلى الايباد، عندهم عنف، بصير عندهم ضعف تركيز، بصيروا عصبيين زياده عن اللزوم. البدائل، انا كأم بعرف اولادي شو بحبوا، بايش بيستمتعوا، مش يعني نحن ما صار له الايباد او الوسائل التكنولوجيه طول العمر، هي فتره وظهرت وانتشرت بطريقه كثير واسعه. ممكن اقص اعملهم تنظيم لليوم، تقسيم اليوم، هلا شوي بدنا نقرا قصه، هلا شوي بدنا نلعب معجونه، هلا بدنا نرسم، هلا بدنا نطبخ، هلا بدنا نرتب، هلا بدنا نعمل مثلا نتفرج على التلفزيون. كنا عايشين من دونهم بالضبط يعني. كنا عايشين، وهي الواحد سبحان الله يعني مواكب للتكنولوجيا بالرغم من ما كانت موجوده من قبل. صح. هذا الدور بيجي على الام، قديش انت ام ذكيه، وقديش انت ام عارفه اولادك شو بحبوا، وقديش انت ام قادره توفري بعض الامور. وانا برجع باكد في كل مره بحكي في هذا الموضوع، مش قصدي انا او مش القصد انه نحن نوفر اشياء ماديه، انه اشركهم بنادي صيفي او اوديهم على مكان يلعبوا عشان لا، ممكن بابسط بالضبط وابسط الامكانيات انا بوفر لاولادي كأم حابه انمي الاشياء الثانيه الايجابيه والمهم عندي اولادي، بوفر لهم اياها ضمن المعقول وضمن الموجود. نور، بالنهايه بدي اشكرك كثير على هذا اللقاء وعلى هاي المعلومات المفيدة اللي استفدنا منها. شكراً كتير نور. بهيك بتكون انتهت فقرتنا لليوم. نصيحة لكل أم، بدنا ننتبه، التكنولوجيا سلاح ذو حدين، بدنا نكون إحنا واعيين، ما بدنا نحرم الأطفال منها لأنه هي موجودة، لكن بدنا نحاول نوازن، مش نحرم ولا بنفس الوقت يكونوا بدون رقابة الأطفال. بهيك بتكون انتهت فقرتنا لليوم، وبنلقاكم فقرة جديدة إن شاء الله. ولو حتى متضايق عصوتي بيرتاح.